إذا المشاهدين الأعزاء، في هذا الخبر العاجل يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المعرض يعد أكبر أو أهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط. إذن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعات البترولية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المعرض يعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.